الثقة بالنفس لا تعطى. الثقة بالنفس هي موجودة فينا، لكن يراد لها أن نخرجها. عندما نولد وهي موجودة فينا. لذلك يقولون لو جئت بطفل عمره سنتين وأدخلته في الغابة بدون ما أخوف من أي شيء على الإطلاق، سأجد بشكل طبيعي يذهب إلى الأسود والنمور ويبدأ يركب على هذا ويصفع هذا وهكذا. لماذا؟ لأنه ليس هناك سابق تجربة عنده، فهو يعمل بتلقائيته. لما جم يعرفوا الثقة بالنفس عرفوها بطريقة عكسية، قالوا إيش عكس الثقة بالنفس عشان نعرف إيش هي الثقة بالنفس. قالوا شعور الفرد بالسلبية والتردد وعدم الاطمئنان للإمكانات التي وضعها الله عز وجل فيه، وشعوره بأنه ما عنده القدرة على فعل أي شيء. هذا تعريف عكس الثقة بالنفس. يعني لو حبينا نجيبها ونعكسها هتكون هي شعور الإنسان بالإيجابية وبالإطمئنان للقدرات اللي الله عز وجل إعطاه إياها وبالإمكانيات اللي موجودة فيه، وإنه قادر على فعل شيء ما. هذا تعريف الثقة بالنفس. طيب، قضية الثقة بالنفس من فين جت؟ عدم الثقة بالنفس عند بعض الناس جاءت من عدة أمور. واحد، من الجهل. لما يكون في عند الإنسان شعور بالنقص بسبب جهله، كيف؟ ينظر بعض الناس إلى الأغنياء إن هم ثقتهم بأنفسهم أحسن مني. ليش؟ لأنه عنده فلوس أكثر مني. غلط. أو ينظر بعض الطلبة إن والله في ناس عندهم جوالات أفخم مني فثقته بنفسه تتزعزع. غلط. أو راكب مثلا سيارة أحسن مني، أو هو عنده سيارة ما عندي فيشعر بثقته بالنفس أقل. غلط. كلها هذه أشياء خارجية. الثقة بالنفس الحقيقية تنبع من الداخل، من هنا. إذا ما نبعت من هنا ما في ثقة بالنفس. قد يكون صح هذا أغنى مني، وهذا عنده بيت أفخم مني، وهذا عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة، وهذا عنده دكتوراه وأنا ما عندي دكتوراه، لكني أملك أمور ربما هؤلاء لا يملكونها. عندي ديني، عندي أخلاقي، عندي عملي اللي أحبه، عندي أبناء مطيعين لي، عندي زوجة أنا سعيد معاها، ما عندي أمراض، ما عندي ديون. هذه أشياء كلها تخليني أرفع من ثقتي بنفسي. فأول حاجة من الخلل اللي حصل عند بعض الناس قضية الإحساس بالنقص بسبب جهله. أنا أعرف شخص كان يدرس في مدرسة أهلية، ثانوية أهلية، يدرسون فيها الناس الفي آي بي على قولتهم، أو علية القوم. هذا الشخص كان داخل المدرسة هذه بمنحة، لأنه متفوق دراسيا بمنحة، لكنه كان من أسرة فقيرة. فكانوا أصحابه لما يحبوا يوصلوا بيته، طبعا هو ساكن في حي فقير وهم كلهم ساكنين في أحياء فاخرة جدا، فكان يستحي، فكان يأتي في حيه الفقير، في مقدمة الحي كان فيه فيلا فخمة، فيقول لهم هذا بيتي، فينزلوه عندها، ينزل عندها. فلما يمشوا هو يروح لبيته على بعد كيلو من هذا البيت الفخم. لماذا؟ أتشعر ثقتك بنفسك تستمدها من البيت العالي الكبير؟ لا والله. أنا لو الناس اللي حولي ما يقبلوني على ما أنا عليه سواء في بيتي أو مكانتي المالية أو كذا فلا أريدهم، لأنهم سيمشون معي وسيكونون أصدقائي من أجل مالي، من أجل نفوذي. أنا أريد الناس الذين يكونون حولي يحبونني لشخصي ليس لهذه الأمور. وإذا ما لامت بي لامة أو سقط أو كذا لا أجد أحدا منهم، لأنه كان الجلوس معي من أجل مصلحة، فلما انتفت المصلحة خلعت الأقنعة من على الوجوه. أيضا عدم معرفتنا بقيمة الأمور اللي عندنا إحنا بتفقدنا ثقتنا بأنفسنا. فتجد مثلا بعض الشباب مثلا يمشي في المولات ويعمل له قصات كده غريبة ويعمل البنطلونات الكذا عشان يلفت النظر له، هو فاقد الثقة بنفسه، فيظن أنه هذه المظاهر هي اللي هتزيد ثقته بنفسه. آسف، ثقتك بنفسك وثقتك بنفسك مش من الشنطة الفخمة ولا من الحذاء الفاخر ولا من الجوال الباهر هو اللي هيزيد ثقتكم بأنفسكم. لا لا، هذه كلها أشياء تافهة سخيفة الواحد يختبئ خلفها عشان يشعر بنوع من الثقة بالنفس. أنا ثقتي بنفسي تنبع من داخلي، أنا من قيمتي من أخلاقي، من ديني، هذه ثقتي بنفسي. طيب، ليش إحنا بنأكد على قضية الثقة بالنفس وإن إحنا نريدها؟ إيش فوائد الثقة بالنفس؟ إيش أستفيد لما تكون موجودة الثقة بالنفس؟ واحد، ستجلب لك الراحة النفسية. لما يكون عندك نوع من الثقة بالنفس أنت نفسك هتشعر بنوع من الثقة، هتشعر بنوع من الراحة النفسية.
لما ما يكون عندك ثقة بنفسك، يكون عندك نوع من الاضطراب، طب أعمل كيف؟ طب أتكلم كيف؟ طب افرض كشفوني، طب افرض ما يكون عندك نوع منها، فهذه تعطيك نوع من الراحة النفسية، الثقة بالنفس، أيضاً تعطيك نوع من الثبات على المواقف، لما تكون واثق بنفسك، تثبت على موقفك، مو والله في الصبح موافق وفي الليل غير موافق، بعد الظهر معاهم، في الليل ضدهم. لذلك أنا أريدك الثبات على المواقف، هذا من النوع المهم جداً، وهي إنه الإنسان يثبت على موقفه ما يغيره، هذه أيضا منه شعوره بالنجاح. تخيل أنت لما تستغل طاقاتك وقدراتك وتبدأ تشعر بأنك أنت بتنجح، هذه أيضا تزيد من طاقتك. من فوائد الثقة بالنفس أيضا أنه هينشأ في داخلك امتنان، امتنان وشكر لله عز وجل على ما وهبك من نعم. والله والدي والدتي مراضيين عني، والله أبنائي معي، والله بفضل الله عز وجل ما طلعت منحرف، ما قضيت بقية عمري في السجن، ما دخلت في المخدرات، هذه كلها أمور تشعر الإنسان تجعل أنه يشكر الله عز وجل عليها. يقولون واثق الخطوة يمشي ملكا، عندما تتحدث وأنت واثق من نفسك يبدأ الناس ينصتوا لك، يسمعون لك. بعض الناس يقول لي أنا أخاف يعارضوني الناس، خليهم يعارضوك. ألا الذي تقوله حراما؟ لا. يخالف عرفا؟ لا، قوله، ما عندك مشكلة. أيضا هتستثمر كل الفرص المتاحة أمامك. لماذا؟ لأنك مش هتترك ولا فرصة إلا وهتستفيد منها. من الأمور أيضاً أنها توجد لديك طموح نحو الوصول للأفضل، يعني ما هتعيش ضعيف مستضعف، ولا هتعيش بالضحية اللي إحنا ذكرناها، لأنك إنسان قوي، إنسان تستطيع أنك تتحرك في الحياة. طيب كيف أستطيع أن أبني ثقتي بنفسي؟ وهذه من النقاط المهمة. واحد، شعورك أنت بأنك محتاج أنك تغير، لازم يكون عندك هذا الشعور، تقول أنا فاقد لثقتي بنفسي، أريد أشعر بالثقة. 2، اكتشف قدراتك واشتغل فيها، ثقتك بنفسك هترجع لك مهما كانت. إيش نقطة تميزك في الحياة؟ اشتغل فيها. 3، تحديد الأهداف بوضوح، إنه أهدافك في الحياة تكون واضحة. أنا أعرف طالب كان عديم الثقة بنفسه، كان دائما الرسوب، فلما جلس معه أحد العقلاء واكتشف انه هو النقطه الوحيده اللي يحبها في الحياه لعبه التنس بس، الباقي كله فاشل فيه، دراسه فاشل فيها، كل حاجه فاشل فيها. فقال له اريدك عندما ترفع الكره الى اعلى تتخيل، كان دائما في الانجليزي بالذات علاماته سيئه، تتخيل هذه الكلمات ترفعها. فقال له ها يلا قول لي كتاب بالانجليزي ايش يعني، لو تخيل انك بترفع كتاب وبتضربه بالمضرب. فبدا يتعلم بوك، بي او او كي، وبدأ بهذه الطريقة يتعلم اللغة الإنجليزية. فالإنسان إذا شعر أن الشخص اللي أمامه عنده نقطة قوة تستطيع من خلالها أنه ينجح، أيضا تبني ثقتك أنك تتفائل بالمستقبل. ولذلك أبنائي وبناتي اللي في المدارس دائما أقول لهم لا تكونوا سلبيين في مدارسكم أرجوكم. إذا حبيت ابنك يكون عنده ثقة بنفسه أو بنتك، خليهم يشتركوا في أنشطة المدرسة، يشتركوا في الإذاعة المدرسية، يشتركوا في المسرح، يشتركوا في الكشافة، في لجنة النظام، في أي شيء. هذه تزيد من ثقة الطالب بنفسه، تزيد من ثقة الابن في نفسه. أيضا الشعور بقيمتك وإنك أنت فريد من نوعك، لما تشعر أن لك قيمة في الحياة وإنه أنت فعلا متميز في الحياة. ما في شيء في الدنيا انبنى من شخص، اليابان حضارة انبنت من عدة أشخاص، وكذلك في الحياة مجموعة من الأشخاص وكل واحد كان فريد من نوعه. لذلك تبني ثقتكم بأنفسكم بهذه الطريقة.